السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا شباب؟ النهاردة بإذن الله، النهاردة إن شاء الله هنشرح آخر عنصر اللي هو العنصر الرابع اللي احنا قلناه، الأسس بتاعة الشريعة الإسلامية، الأربع خصائص يعني اللي هي آخر حاجة اللي هي مراعاة الظروف الاستثنائية والحاجات والأعذار. تمام، أنا هشرح جزء صغير جدا هو العنصر ده بس، عشان بعد كده من بداية يوم السبت أو الحد إن شاء الله، إن شاء الله يبقى في شغل الجرافيك الجديد وكده. الاول هنتكلم عن طريق عن ال... قبل ما نشرح، بس هو الشرح هيبقى كام دقيقه في الاخر. تمام، اول بس قبل ما نشرح انا عايز انبه الناس يا جماعه مره تانية، اديني بقول دي نصيحه من اخ ليكم، ده اساسا الفيديوهات دي والدنيا دي عشان ايه؟ ناس يعني انا نساعد ناس، انا مش لوحدي، مش لوحدي بقى يعني، بالنسبه ان في واحد بيكتب الورق ده، بالنسبه ان في واحد ان شاء الله كمان يوم السبت هيبدا يعمل جرافيك للفيديوهات دي. تمام، فانا مش لوحدي برضو اللي بعمل فيديوهاتي، هو انا اكتر واحد بتعب، بس يعني في ناس يعني ايه، كلنا بنساعد بعض، اهم حاجه المصلحه واحده ان احنا نساعد بعض كلنا. تمام، عشان في ناس ما تقدرش توصل يعني في ناس ما تقدرش تروح تاخد كورسات، في ناس ما تقدرش مثلا، في ناس ما بتفهمش المحاضرات قوي كده، فاهميني؟ فدي هيبقى الفيديوهات دي مساعده ليهم جامد. وخلي بالكم ان منهج يا جماعه على الترم ده الناس بتستقل بيه، والناس هتزعل في الاخر بالنسبه للمنهج، المنهج كبير، واللي يقول لك الانجليزي يتلم في اخر 3 ايام او اسبوع، ده غلط. الانجليزي ليه وقته يا جماعه، والافضل ان انتوا تحضروا محاضرات. انا مش عارف اشرح الانجليزي ولا لا، بس انتوا الافضل ان انتوا تحضروا محاضرات الانجليزي، بحيث ان لو شرحتوش ما يكونش فيه اي مشكله. وبالنسبه للاقتصاد برضه هنعرف قدام يعني هبقى ماشي ازاي في شغل الاقتصاد ده، وانا انتظام، فمش عارف بقى هعمل ايه مع يعني في الشرح فيديوهات ايه اللي هيحصل بالظبط. المهم لما نوصل له، فانا كنت بنبه الناس انها تاخد بالها وتبدا تشوف حلها وتركز، عشان هتيجي تندم في النهايه، هتقول يا ريتني، يا ريت ما ده ما كان جرى. فتشوفوا نفسيكم وشوفوا ان المنهج مش صغير، وان تخيلوا ان الشريعه الاسلاميه هتيجي الكتروني، هتيجي الكتروني يعني مطبقه على الفهم كله، لازم تكون عارف كل حته في الشريعه الاسلاميه. لو في حته من هنا مش عارفها مش هتعرف تحل السؤال، لان السؤال خمسه، انتوا عارفين يعني 70 سؤال يا جماعه؟ يعني الكتاب اهو مش هنسيب اي حته من الكتاب ده، الكتاب ده كله هيكون ايه يعني، مش هيسيب الحته في المنهج، المنهج كله هيجي في الاسئله. فلازم تركزوا كده وتسيبوها على الله، وان شاء الله ان شاء الله خير يعني علينا جميعا. تمام، انا بس قلت انصحكم عشان نصيحه من اخ ليكم، واللي ما شافش الفيديوهات القديمه يرجع يشوف، عشان نبدا بقى ان شاء الله ايه، نشد شويه عشان نخلص ان شاء الله الفيديو، نخلص شرح الثلاث مواد دول اللي هي النظم السياسيه والقانون الدستوري والشريعه الاسلاميه اللي احنا فيها، ونبدا بقى في الاقتصاد ونحاول نخلص ان شاء الله. تمام، واللي عايز يخش على جروبات الواتس انا رقمي تحت، والفيس تحت. تمام، اللي عايز برضو ينضم للجروب الفيس، احنا بننزل عليه اللي بينزل جديد وكده. تمام، وبالنسبه صح، انا عايز 2 يا جماعه، انا احنا الجروب ده الفيديوهات دي كل الكلام ده اللي احنا عاملينه ده عشان للطلبه، فعايزين 2 معانا، انا كده في واحد للمونتاج وفي واحد بيكتب ورق وانا بشرح، في واحد عايزينه يكون خاص ان هو يعمل شير للينك للفيديوهات وكده، عشان الناس ايه تعرف بيها وتبدا ايه تشوفها برده زيكم للطلبه اللي هم مش مقتدرين. تمام، لان دلوقتي البيوت كلها اكتريتها فعلا. تمام، عشان ما نطولش الفيديو ده، احنا كده كده هنشرح عنصر واحد، وبدايه السبت او الحد زي ما قلت لكم هنبدا بقى في الشرح المكثف في الفيديوهات وكده. تمام، وصح قبل ما ابدا، دلوقتي انا في ناس كلمتني عن الطريقه القديمه اللي هي احسن، وانا شايف ان الطريقه دي احسن، وفي ناس كتير بتقول لي ان الطريقه دي احسن، فانا عشان اعرف ان الناس عايزه هنا الطريقه دي احسن ولا الطريقه دي احسن، دلوقتي احنا هنعمل ايه ما بينهم. في ناس بتبقى عايزه الطريقه القديمه، وفي ناس حابه الطريقه الجديده. انا هقول لكم ايه الميزه ما بين دي ودي. الطريقه القديمه ان انت كنت بتكتب والكلام مكتوب قدامك، فانا لما كنت يعني بكتب كان كنت بحدد قدامك ده ايه وده ايه وده ايه. تمام، بس مفيش تمثيل، الحاجه يعتبر ايه يعني حاجه اعتياديه. لكن لما يبقى يكون قدامك في فيديو الواحد الورق هنا، وده ده كمان المونتاج لما يجي التاني، لما نعدل في المونتاج هيبقى الكلام بس مكبر، اللي انا هقوله الحته اللي انا العنصر اللي انا هقوله او الحته اللي انا هقولها هتبقى مكبره جنب في الحته دي، فاهميني؟ ف دلوقتي عايزين نعمل تصويت في الكومنتات في الفيديو ده، والتصويت ده هيقعد لمده يومين، بعد يومين من الفيديو من تاريخ نشر الفيديو ده
هيتقفل التصويت، وانا هكتب في النهايه كده اتقفل التصويت، وفي بدايه الفيديو الجديد هبدا بشرح بالطريقه اللي الناس فيها صوتت اكتر، اما الطريقه القديمه اللي هي الكتابه، ولو انت مش عارف الطريقه القديمه بس بتتفرج على الفيديو، الطريقه القديمه دي موجوده على الفيديوهات المراجعه بتاعت الترم الاول، او الطريقه الجديده اللي احنا بدانا فيها من الترم ده. تمام، دلوقتي عشان ما نطولش زي ما قلت لكم بقى، تكتب الطريقه القديمه الطريقه الجديده. تمام، ويا ريت يا جماعه الناس حتى اللي مش هتشير وكده تساعد ناس ثانيه تعمل لايك على الاقل بالفيديو، عشان ده بيخليه في التوب سيرش وبيخلي الناس تتفرج عليه. تمام، دلوقتي هنبدا في العنصر الرابع اللي هو في الشرائح الاسلاميه زي ما انتم شايفين ورا اهو. العنصر الرابع ده سهل جدا، يعني هنقوله سهل. بص، ده بيكون احنا قلنا ثلاث اساسيات: كليه التكاليف، التدرج في التشريع، واول حاجه اللي هي كل التكاليف تدرج في التشريع تيسر على المكلفين. تمام، دي رابع عنصر اللي هو الاعذار او الحاجات او الاستثناءات، يعني امتى لما امتى يكون في استثناءات. تمام، اول حاجه اذا تعرض الانسان لظروف الاستثنائيه يتمتع برخصه. يعني بص اقول لك حاجه، ان في ناس مثلا بيبقى عندها ظروف استثنائيه، ايه؟ زي ان الواحد جسمه مش يعني مش قادر يتحرك، ظهره وجعه مثلا، لا قدر الله عنده مرض اي حاجه، فده ده بيبقى عنده عذر. اول حاجه مثال في الصلاه، ان الصلاه لو واحد ظهره وجعه او اي حاجه يعني وجعاه في جسمه مش قادر يتحرك، او مثلا كبار السن زي ما احنا شايفين في المساجد بيكون بيصلي وهو قاعد، وممكن الواحد يصلي وهو نايم، وممكن الواحد يصلي بعينيه. يعني بصوا سبحان الله، يعني ربنا خلاها من اضعف الاضعف الاضعف. لو واحد عنده عذر او استثناء ممكن يصلي وهو قاعد، ممكن يصلي وهو نايم، ممكن يصلي بعينيه بتحريك عينيه، ممكن في الاخر بصوا يصلي بقلبه. يعني تخيلوا وصلت لايه. فالصلاه زي ما قلت لكم الاربع حاجات دول، ان انت ممكن تصلي وانت قاعد وانت نايم بعينيك او بقلبك. تمام، دي اضعف حاجه. وكمان يا جماعه الصلاه حاجه يعني كويسه جدا، زي ما قلت لكم ان كان بيصلوا ركعتين الصبح ركعتين بالليل، ولما اشوفها حاجه كويسه ان في دعوه. انت لما تعوز تكون عايز حاجه ولا حاجه، يعني عايز ربنا يهديك او اي حاجه، ده الدعوه دي اهم حاجه. الدعوه دي علاقتك مع ربنا، لان هو اللي بيساعدنا، هو القوي واحنا الضعفاء. فاهم؟ عشان بس بخش في مواضيع تانية. تمام، دي اول حاجه مثال اللي هو الصلاه. تاني حاجه قصر الصلاة إلى ركعتين أثناء السفر، يعني أنت ممكن الصلاة تكون لركعتين بس وأنت بتسافر. تمام؟ ممنوع الصلاة للمرأة الحائض، وأنتوا عارفين. تمام؟ دي الأمثلة على الثلاث أعذار في الصلاة. تمام؟ أما بالنسبة للصيام بقى، في الصيام برضو كان عندنا إحنا في دليل هنا أهو هنقولوه، وفي دليل برضو في الإكراه. وخلي بالكم في مثال برضو في الصلاة، ان الصلاة فرض واقيموا الصلاة. تمام، ده فيها اللي هي اللي كانت في سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم: واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، صدق الله العظيم. تمام، دي كانت في دليل الصلاة. اما بقى في الصيام، عدم الصيام اثناء المرض او السفر. بصوا صح، عشان اقول لكم حاجه، لو في حاجه في الورقه مش مكتوبه او كده انتوا المفروض تزودوها تكتبوها، ولو حد عايز يصور الورق ده مني بعد المحاضرات يكتب على الجروب الواتساب اللي احنا فيه، يكتب انا عايز اصور ورق بتحضر كذا، انا اقول لك كل التصوير قدامك كمان. تمام، عدم الصيام اثناء المرض او السفر، يعني لو انت ممكن ما تصومش لو انت على سفر او لو انت مرضان، بس خلي بالك لو انت مش هتصوم في الوقت ده يبقى تصوم في وقت قدام، يعني مثلا تصوم الاثنين والخميس اي حاجه، بس اهم حاجه تقضي فتره الصيام بعد ما المرض ده يروح من عليك. تمام، يعني انت مثلا دلوقتي لو مرضت في الصيف، ما قصدي مرضت في الصيام في شهر رمضان، يعني مرضت او كنت على سفر في شهر رمضان، فالفترة دي انت ممكن ما تصومش عادي، بس بعد كده تصومها. يعني مثلا انا ما صومتش لمدة 30 يوم بسبب مرض، ممكن اصومهم قدام. تمام، والدليل على كده بسم الله الرحمن الرحيم: ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. تمام، صدق الله العظيم، دي سورة من سورة البقرة. تمام، خلاص كده خلصنا الصلاة والصيام في الاعذار. الإكراه، لو واحد أجبرك إن أنت تسيب الإسلام بيكون باطل بطلانا مطلقا. يعني إيه؟ يعني لو واحد طلع لك سكينة
وقال لك آمن بحاجة تانية أو اكفر برب استغفر الله العظيم، بيكون باطل بطلانا مطلقا حتى لو الإجراء ده حصل، فاهميني؟ بيبقى باطل بطلانا مطلقا. يعني لو أي حد يا جماعة دلوقتي أكره واحد تاني على الدخول مثلا في ديانتي المسيحية مثلا، أكرهه على دخوله في الأديان كذا، بيبقى باطل بطلانا مطلقا. لازم يكون عن طريق الإنسان نفسه هو اللي يخش في الديانة دي أو الديانة دي أو الديانة دي، فاهمين؟ يعني كده أي حد هيكره واحد على الدخول في ديانة تانية أو يكفر بربنا يستغفر الله العظيم بيكون او بيشرك او اي حاجه، بيكون باطل بطلان مطلقا لما طالما بالاكراه. وفي دليل في الحديث وفي دليل في القران، في القران الكريم. اول حاجه في الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. تمام، ده الحديث. بالنسبه بقى للقران الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: انما يفتري الكذب الذين يؤمنون بايات الله واولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان. تمام، ده بالنسبة للإكراه. لو واحد أكره استغفر الله العظيم، لو واحد أكره واحد آخر على يدخل في ديانة معينة، بيكون باطل بطلانة مطلقة. وبتقول له الدليل في الحديث وفي القرآن الكريم. تمام، احنا كده خلصنا ايه العنصر الرابع ده والأخير في الخصائص الشريعة الإسلامية أو أسس الشريعة الإسلامية. ان شاء الله بعد كده بقى هنبدأ نشرح بقى ايه الفرق ما بين، هنكمل لحد الجزء بعد كده هناخده بقى عصر الرسول، وهعمل خريطة كده حلوة ان نتفرق الاول يعني طريقة المنهج هتبقى ماشي ازاي، عشان بعد كده ايه تبقوا فاهمين. واحنا كده خدنا جزء من الشريعة الإسلامية وخصائصها والدنيا دي، بعد كده هنمشي بقى مشي حلو ان شاء الله بعد كده، عشان ما اطولش في الفيديو اكتر من كده. زي ما قلت لكم الكومنت مفتوح تحت، عجبك الطريقة القديمة تكتب الطريقة دي. بس هقول لك حاجة، ما تقولش كده وخلاص. يعني في ناس الطريقه الجديده دي انا شايفها احسن. ليه؟ مش عشان حاجه والله، انا كنت ممكن اعمل بالطريقه القديمه وكده، لكن الطريقه الجديده الورق قدامك وانا بشرح قدامك، و يعني التركيز بيبقى ليا اكتر. ليه؟ لاني انا قدامك، لكن انا مش قدامك وبكتب كده وخلاص، التركيز بيبقى اقل. فدي الطريقه الاحسن لما تركيزك يكون افضل. تمام كده، عشان ايه بس ما نزودش تاني. زي ما قلت لكم الكومنت مفتوح. تمام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.